بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، الفيديو ده من كتاب A1 Treasure، واحد كده من الكتب الجامده جدا اللي بتعلمك لغه بشكل مفترس، وهي من افضل الكتب واخفها على قلبي، واقسم بالله انا بيجي لي منه هديه عشان نبقى متفقين، وما كنتش انا يعني متخيل اني بقول لك كده مجامله. الكتاب ده فيه ميزه انه بيركز لك على كل حاجه في القاعده وكل حاجه في الكلمات، ما بيقولش مثلا دي تافهه فنهملها ودي مهمه فنجيبها، ما عندوش الكونسبت ده. الحاجه الثانيه انك لو خدت لي اي جمله من الكتاب بدورت عليها في المراجع هتلاقي لها مليون مرجع. في كتب بتنزل فيها جمل ما تلاقيش مرجع ليها، ما تلاقيش لها اجابه، انت كمدرس تسال فيها يا عم الحاج المؤلف ما يردش عليك، وطبعا دي حاجه مستفزه ومش كويسه خالص. على اي حال، الاسئله اللي احنا هنشوفها دلوقتي مع بعض دي اسئله قاعده المضارع التام، انا حليتها من كتاب A1، ومنزل لك الفيديو ده عشان اقول لك ان احنا بنشتغل في الكتاب ده في المحتوى الخاص، وهو نفس الكتاب اللي بنشتغل منه في السنتر. فلو حضرتك حابب تنضم لينا على المحتوى الخاص ممكن تتواصل معانا على الرقم اللي ظهر قدامك ده، واهلا وسهلا بيك طبعا معانا في المحتوى الخاص. فانت لما تبعت رساله هبعت لك رساله مكتوبه، كلام مكتوب، احنا بنعمل ايه في المحتوى الخاص وبنعمل ايه في السنتر وايه المتاح، عشان تبقى انت على النور كده قبل ما تنضم لينا. بس عموما لو انت هتنضم لينا اعمل حسابك انك هتتبهدل، لان اللي انت شايفه ده هو اللي بيحصل نصا في السنتر او في المحتوى الخاص، فالدنيا عندنا ما فيهاش تهريج وما فيهاش رحمه، لان ده مستقبل. فان شاء الله رب العالمين رقمنا زي ما انت شايف قدامك، لو حابب تنضم لينا اهلا وسهلا بيك. بنحل في كتاب A1 حاليا، وبعد ان شاء الله هيكون في كتاب تاني اللي هو غالبا العمالقه من الكتب المرشحه يعني. طيب نبدا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الفيديو ده ان شاء الله هنحل فيه مع بعض قاعده المضارع التام. في طبعا فيديو نزل شرح لقاعده المضارع التام اكيد سمعته، في كميه فيديوهات مهوله نزلت في الوحده الاولى. اتمنى ان المحتوى اللي بقدمه لك يكون محتوى كافي وشافي ومرضي ليك. اول سؤال بيقول لك they not their vacation اللي هي الاجازه، plans اللي هي الخطط يعني، yet. والله يا مستر عارف ان yet بتيجي اخر السؤال واخر جمله مدفعيه ولازم تبقى مضارع تام. حلو، فطبعا have finalized ديت يعني انتهى، وده مضارع تام مثبت، و haven't finalized ديت مضارع تام منفي. haven't been دي مبني للمجهول، ايوه مضارع تام بس مجهول، ودي ماضي بسيط ماضي مستمر فهي بره اللعبه. فانت بالعربي كده قلت لي هم لم ينتهوا من اعدادات الاجازه بعد. طيب السؤال الثاني بيقول لك it not so the streets are wet now. ركز لي في السؤال ده الله يكرمك كده، بيقول لك الشوارع دلوقتي are، يعني معنى كده الجمله زمانها مضارع، فحضرتك هتفكر بس في مضارع. rained ماضي بره اللعبه، وعندك had rained برده مره بره اللعبه لانها ماضي. انت بتقول الشوارع مدلوله دلوقتي يعني معنى كده الدنيا مطرت، فانت عايز مثبت فتاخد دي ودي بره. طب يا مستر هو لو كان قال لي the streets were wet، طبعا هنشيل ناو دي نحط مكانها then او نحذفها خالص، معناها ان الشوارع كانت مبلوله في الماضي. اذا حضرتك عايز مضارع مع المضارع وماضي مع الماضي. رقم ثلاثة I will email you as soon as I not to the office، انا سارسل لك رساله بمجرد ما انا ايه للمكتب. بص يا عم الحاج عايز تفهم دي كويس جدا، عشان دي حته مهمه ومحوريه واساسيه في الموضوع كله. افهم يا عم، طبعا هكتب بالسوبر السوداء لان ده طلبكم طبعا، مع اني بحبها اكتر ما يكون يعني. عايز تفهم كده ان as soon as دي يا مستر اسمها رابط، تمام. لو جبنا بعدها مضارع سواء مضارع بسيط او مضارع تام، فحضرتك عايز قبلها مستقبل بسيط او مضارع بسيط وكان ممكن يكون امر، تمام. طيب افرض يا عم انك انت مع as soon as جبت لي بعدها ماضي، فاللي قبلها برضو غصب عني هيكون ماضي، مع ملاحظة الآتي إن ده ممكن يكون ماضي مستمر أو بسيط على حسب المعنى. طيب مثال على دي ممكن أقول لك مثلا call me يعني اتصل بيا as soon as you come، اتصل بيا بمجرد ما تيجي، أدي as soon as بعدها مضارع فقبلها قبلها أمر، أو I will call you سأتصل بك as soon as I come. الفكرة دي إيه لازمتها في الحوار اللي أنا بحكيه دلوقتي؟ الفكرة دي هنا لازمتها إن حضرتك قدامك as soon as، حلو، عبارة عن إيه as soon as دي في تصنيف اللغة زي ما اتفقنا اسمها رابط، اللي قبلها يكون مستقبل أو مضارع بسيط أو أمر، طب اللي بعدها لازم يكون مضارع بسيط أو مضارع تام، فدي turns دي مضارع بسيط، دي بره عشانها ماضي، have returned مضارع تام، had returned ماضي تام فهي بره اللعبة. تفكير حضرتك انحصر في مضارع بسيط ومضارع تام وهما الاثنين ينفعوا، ولكن الخلاصة إن الآي ما تنفعش تاخد معاها returns، كان المفروض تقول I return. إذا الإجابة الصحيحة أصبحت have returned رقم C. الجملة رقم 4 have you run a marathon، هل أنت جريت في ماراثون؟ طيب تعال نشوف كده، before دي كلمة دالة أو كلمة بنستخدمها مع المضارع التام، after معناها بعد، never دي بتيجي في السؤال وبتيجي في الجملة الخبرية العادية، بس أنا عايز أوضحها لك إمتى تيجي هنا وإمتى تيجي هنا. بص يا عم الحاج، عايزك تركز كده إن ever دي كلمة أصلا بتعبر عن الإثبات، بتدي معنى إثبات، فكلمة never بتدي معنى منفي أو معنى نفي،
مع انها تيجي نيفر دي في الجمل، في الجمل الاثبات فقط، هي بتيجي في جمله مثبته فقط، ولكن هنا في ملحوظه عايز اقولها لك، انك ممكن تلاقي مكتوب مثلا نو نيفر. طب يا مستر ما هي نو نفي وخدنا نيفر، اقول لك لا يا حبيبي، الجمله دي اصلا كده لوحدها جمله ودي جمله، فانت ما جبتش نيفر في جمله نفي ولا حاجه، دي جمله لوحدها مستقله. ثانيا لما حد يسالك هاف يو ايفر ايتن مثلا ميت، عمرك كلت لحمه، فتقول له نو نيفر او نو اي هاف نيفر ايتن، فبدل ما تقول نو اي هاف نيفر ايتن وتحكي لي قصه حياتك، بتروح انت قايل نو نيفر على طول. فلاحظ دي عشانها مهمه. طب بالنسبه لحته الاثبات مع ايفر والنفي، مع الحوار ده ازاي؟ انا ممكن اسالك سؤال اقول لك هاف يو ايفر سين علي، هو انت قبل كده شفت علي؟ هل عمرك شفت علي؟ يبقى هاف يو ايفر سين علي، دي كده جمله سؤال. او اقول لك علي ده از the best person، يعني علي ده هو افضل شخص I have ever seen، علي افضل شخص انا رأيته. فحضرتك خدت لي هنا برضو مين؟ ever. يعني خلاصة القول احنا ممكن ناخد ever في جملة السؤال، في جملة السؤال، وناخد ever كمان في جملة التفضيل، والموضوع ده انت عارفه كويس جدا. طيب الحاجة الاهم من ده كله، انا ممكن استخدم never ever ورا بعضها، ممكن استخدمها كده never ever واجيب بعدها الفعل في المصدر، وده اسمه نهي. طب ازاي؟ اقول لك never ever say that again، يعني ايه؟ اوعى عمرك تقول الكلام ده تاني، تمام كده؟ دي زيها بالظبط don't say that again، don't say that again يعني معناها ما تقولش الكلام ده تاني. طيب نيجي يا عم الحاج على حتة never، موضوع never دي عايزين ناخد عليها مثال. انت قلت لي never بتدي معنى منفي، بمعنى لما اقول مثلا I have never tried مثلا ميت، انا عمري ما جربت اللحمه قبل كده، ما انا كائن ما باكلش لحمه، يبقى I have never tried meat، تمام كده؟ طيب حته كمان غير كده، يبقى احنا قلنا كده انها بتيجي في الجمله الخبريه بمعنى منفي. طيب الحاجه الثانيه ممكن تيجي في السؤال، ممكن اقول لك what sport، يعني ما الرياضه مثلا، have you not done but wish to do. انا لما اسالك السؤال ده هقول لك اختار واحده من الاختيارات الثلاثه دول، اختار لي واحده كده، نجيب بس قلم مختلف كده، اختار لي واحده. يا ترى هتقول what sport have you ever done ولا never done؟ لا يا مستر انت قلت لي والله ان ever تيجي في السؤال، اهو انت لسه حالا كاتب لي هنا ان ever تيجي في السؤال. يا برنس ما هو never برضه تيجي في السؤال، بس انت هترجم عربي الاول. انت بتقول له ما الرياضه التي انت اديتها ولا التي لم تؤديها، اللي انت عمرك ما لعبتها واتمنى ان تلعبها، يبقى ناخد له never. يبقى الجمله دي معناها بالعربي كده ايه؟ ما الرياضه التي لم تؤديها قبل ذلك وتتمنى لو انك تؤديها. طيب حته كمان، حته كمان، لا بس هي هنقولها لما تيجي دورها دلوقتي، هي جايه عليها سؤال دلوقتي هنقولها، خليها كل حاجه في ميعادها كده. طيب الفرق بين اول ريدي واوريدي، ركز كده الله يكرمك، عايزك تفهم ان اوريدي ده اهي دي معناها بالفعل، دي من كلمات المضارع التام، لكن اول ريدي يعني كله جاهز، كل حاجه جاهزه يا باشا، يعني ليتس ستارت يعني. المهم فحضرتك هنا ما تفكرش اكيد في اول ريدي، لكن هي لو اوريدي كنا خدناها، لو هي اوريدي ال كده اهو كنا خدناها، يبقى ناخد بيفور، ودي معناها هاف يو ران ا ماراثون بيفور، هو انت قبل كده عمرك جريت ماراثون؟ وكان ينفع ناخد يت عادي، مع ملاحظه انك لو سالته بيت يبقى انت بتقول هو انت لسه ما بداتش خالص، ما لعبتش خالص قبل كده، لكن اوريدي انت بتتعجل. عمر has arrived at the party، عمر وصل الحفل. just لا just دي مضارع تام بس مكانها بعد هاف، عشان كده وانا بشرح القاعده كنت باكد على مين مكانه فين. just now دي حضرتك ماضي بسيط، already دي مضارع تام، ever دي ما تجيش هنا خالص، يبقى ناخد already. طب هو ever ما تجيش في اخر الجمله؟ لا تيجي اخر الجمله عادي، لما اقول لك مثلا the best this is the best meal ever، يعني افضل وجبه على الاطلاق او مطلقا. طيب الجزئيه اللي بعد كده they have been friends over a decade، هم اصدقاء منذ تقريبا قرن. بص معايا، when دي اجودي ماضي بسيط وبتيجي مع مثلا تركيبه زي 3 days ago، when ماضي قبلها ماضي وبعدها ماضي مالهاش علاقه بالحوار ده، باقي معاك فور وباقي معاك سنس. السؤال كالتالي، لو سالتك سؤال وقلت لك متى بدات صداقتهم، متى بدأت صداقتهم؟ هتروح انت قايل لي صداقتهم بدأت منذ سنة 2008 على سبيل المثال، انك تقول لي 2008، فهنا لو قلت لي متى بدأت الإجابة بتاعتها بيجي معاها سنس. طيب لو انا قلت لك كم استغرق الأمر؟ كم استغرق دي إجابتها بتكون 4 دايما، فأنا بقول لك هو الصداقة اللي بينهم استغرقت قد إيه؟ فأنت بتقول لي استغرقت عقدا من الزمان، يبقى ناخد 4. الجملة التانية بيقول لك he has worked for this company last year، هو اشتغل في الشركة دي last year. انا هنا محتاج ان افكرك بالحتة دي، واستحمل احنا شرحنا معاه في الكلام ده كتير بس لازم نقول تاني، يعني
عايزك تعرف ان سينس يا سيدنا ممكن يجي بعدها ذا لاست، وممكن يجي بعدها لاست عادي برضو. ممكن ناخد سينس ذا لاست بس هنجيب اسم، او سينس لاست ونجيب ظرف. طب بالنسبه لفور، فور دي بيجي بعدها ذا لاست وبعدها مباشره ظرف. تيجي نطبق الكلام ده كده، انت بتقول لي لاست يير، والله يا باشا انا قدامي لاست يير يعني لاست وظرف، يبقى حضرتك محتاج مين دلوقتي؟ محتاج سينس يا باشا، فادي سينس، اتفضل ادي سينس. طب السؤال اللي بعد كده، وي هاف ليفد ان كايرو ماي بيرث، ماي بيرث يعني مولدي، ده اسم. اللي بيجي بعدها دايما اسم هي سينس، يبقى انا هقول له هنا سينس ماي بيرث. اي هاف نوت سين ساتش بيوتيفول سانسيت بيفور، انت بتقول ايه؟ انا عمري ما شفتش مثل هذا المشهد قبل ذلك، يعني ما شفتش، يعني المعنى كده نفي، مع ان ما فيش كلمه نفي، يبقى تاخد له نيفر. هاف يو نوت ريدن ا هورس، هل سبق لك ان ركبت حصانا؟ يبقى انت هتقول له هاف يو ايفر. طيب معناه هل سبق لك ان ركبت يعني هل فعلت، معنى مثبت ازاي، فتاخد ايفر. This is the hardest puzzle، ده اصعب بازل انا عملته في حياتي، انا حليته في حياتي، يعني انت حليته عملته، يبقى تاخد ايفر، ما هو المعنى مثبت، غير كده ده تفضيل. الجمله اللي بعد كده حضرتك السؤال الاولاني فيها بيقول لك ايه؟ It is been، it has been sorry، انت عارف ان it's مده زمنيه وبعدين since وبعدين ماضي بسيط، وانت عارف كمان ان الابوستروف اس دي هتكون يا اما is يا اما has been. حلو الكلام. فحضرتك هنا دلوقتي بتقول it's been 2 months since we، يبقى since عايزه بعدها ماضي بسيط اللي هو مين؟ اللي هو visited. ما القاعده بتقول كده، ان اتس مده زمنيه since ماضي بسيط. طيب my friend not a health problem since he lived in that highly polluted area، والله since اهي بعدها ماضي بسيط، فانا عايز قبلها مضارع تام، يبقى has had. sorry for being late، اسف يا استاذ ان انا اتاخرت. Please let me in، لو سمحت سيبني ادخل. Oh, you know what, in a very traffic، انا كنت في مكان زحمه. حلو. طيب سؤال بقى، هو كنت دي معناها ايه؟ معناها هو زي ما بس مش هناخدها برضو. ليه حضرتك؟ انت بتقول للاستاذ، انت واقف دلوقتي قدام باب المدرسه او باب الفصل، بتقول للمدرس دخلنا، انا اسف انا اتاخرت، اصل انا كنت في حته زحمه النهارده ولا امبارح؟ اكيد النهارده، يعني معنى كده الجمله مضارع، يبقى تقول اي هاف بين. طب هاف ليه ما ناخدش هاف جن؟ ما هو انت لو فاكر في الفيديو اللي انا شرحت لك في القاعده، قلت لك ميز بين ثلاث هافات، الهاف الاولانيه اللي هي اسمها هاف بين، وهاف جن تو، والثالثه اللي هي هاف بين تو. قلت لك هاف بين تو معناها ذهب لمكان وعاد من، طب هاف جن تو ذهب لمكان لم يعد من، طب هاف بين دي معناها كان، فانا دلوقتي استخدمت هاف بين اللي معناها كان، فانت بتقول انا اسف انا كنت في مكان زحمه. نمبر 4 بيقول لك ماي كازن هاز ليفد ابرود، يعني ابن عمي عايش بره البلد. هيز تشايلد هود، والله طفولته اسم، فانا عايز سنس، ادي سنس يا باشا. طيب اي ويل ويت تيل ماي فريند نوت بيفور اي اوردر فود، بيقول لك انا سانتظره الى حد ما ابن صديقي يوصل. نفس اللي احنا حكيناه قبل كده، هو تيل دي لو سالتك بتمثل ايه في الانجليزي هتقول بتمثل رابط، تمام، مالها ومال اجابه السؤال يا استاذ؟ ما حضرتك تيل دي رابط، فاللي قبلها ما دام مستقبل، اللي بعدها اما مضارع بسيط او مضارع تام، فحضرتك اطلعي بره انت ماضي، واطلعي بره انت ماضي، يا اما هاز ارايفد يا اما ارايفس، دي بره، اذا الاجابه اصبحت هاز ارايفد، وعلى فكره كان ينفع نستخدم ارايفس. I haven't seen سليم، انا ما شفتش سليم the last time we met in the village، انا ما شفتش سليم منذ اخر مره تقابلنا في القريه. ركز معايا كده، انت بتقول ما شفتش سليم منذ اخر مره، السؤال او الفكره عايز تركز فيها ان عندك هنا ذا لاست. حلو الكلام، ما هو يا باشا انت قلت لي ذا لاست تيجي مع الاثنين، انت كاتب بيدك اهو، كانت فين الصفحه السابقه اللي هي دي، انت قول لي هنا كده ان كلمه ذا لاست بيجي معاها سينس وبيجي معاها فور على حد سواء، اهو ذا لاست ودي ذا لاست، ايوه بس لو ذا لاست بعدها اسم زي كلمه تايم اللي معناها مره، انت محتاج سينس. اذا اجابتك هنا المفروض تبقى مين يا عم؟ المفروض تبقى اجابتك هنا هي سينس اللي هي دي، ادي سينس. طب اللي بعد كده بيقول لك ماي بين فريند ارايفد ات كايرو ايربورت ا مومنت اجو، صاحبي وصل من دقيقه، ده معناها ان هو هاز جاست ارايفد، اه وصل فعلا، ولا جاست هاز ارايفد، لا ما هو دي صح، اه مضارع تام هاز ارايفد، بس احنا متفقين وانا محفظها لك كويس ان كلمه ان كلمه جاست دي بتيجي مكانها بعد هاف، ما تجيش في اخر الجمله ولا في النص كده، يبقى الاجابه اصبحت رقم ايه؟ رامي از فيري هابي، رامي از فيري هابي، شوف رامي بيضحك سعيد، هي اميل فور ويننج او رايتنج بويتري، بيقول لك رامي سعيد لانه فاز بميداليه. طيب يا مستر فاز يعني وان، وهاز وان يعني فاز، وهاد وان يعني فاز، لكن از ويننج دي يعني يفوز، وانا معاك ان هي مرفوضه. حلو الكلام، اقنعني ان دول بقى غلط. هقول لك انا اولا، انت بتقول رامي بيضحك ازاي؟ اصل هو لسه فاز بالميداليه النهارده، عشان كده هو سعيد، فهنا هاز وان. هاد وان دي ماضي، وان دي ماضي ما تاخدهمش الا لو دي جوز مش از. طيب رقم 9،
a terrible accident حادثة شنيعة يعني place on the Cairo Alexandria Desert Road حادثة شنيعة حصلت على طريق القاهرة الإسكندرية. أنت بتقول إيه؟ حادثة. عايز تركز إن أي كلمة معناها يحدث ما تجيش مستمر، سجل دي عندك في ذهنك. فكلمة تيك بليس يحدث، ما فيش حاجة اسمها was taken place لأن ده مجهول، ولا has been taken place برضه مجهول. طيب بس فيها taken place بمعنى حدثت، وفي has taken place حدثت برضه. الماضي التام عشان استخدمه لازم يكون في حدثين اتنين في الجملة، وانت بتقول حادثة حصلت في الطريق يعني حدث واحد، يبقى دي بره اللعبة، اصبحت الاجابة has taken place. طيب you needn't make food، انت مش لازم تطبخ يا عم. I not a good meal already، already دي مضارع، كلمة دالة على المضارع التام، يبقى هتقول I have cooked. Hajar to try kite surfing for a year now، بص كده for a year now، كلمة for دي من الكلمات الدالة على المضارع التام. حلو، ولما تلاقي فور معناه فكر في مضارع تام مستمر، اصلا كده كده ناو مضارع، فلما تلاقي فور معناه يبقى انت عايز مضارع تام مستمر، بس بشرط الفعل ينفع يجي مستمر، وده اللي هنشرحه في المضارع التام مستمر قدام. المهم كلمه فور دي قلت لي مضارع تام، فونتس دي مضارع بره بسيط، ودي مضارع مستمر بره، ودي ماضي تام بره، يبقى هاز وونتد. وكلمه وونت اصلا ما تجيش في المستمر زي ما انت فاهم. 12 This is the first time، ايوه هتيجي هنا بقى نقف شويه، عايزك تفتكر معايا الحته دي. This أو it يعني أيهما is the first time، قدامك حاجة من اتنين، for المفعول وبعدين to والمصدر، أو في إنك تجيب فاعل وبعدين مضارع تام. طيب ارجع كده للموضوع ده، أنت قلت لي أنا عايز أقول لك أول مرة ألعب كورة، it's the first time for، هتبقى for me to play football، أو إنك تقول I have played football. طب السؤال يا سيدنا، هو انا يعني هنا لازم يكون ضمير مفعول؟ لا، ممكن يبقى اسم عادي، اقول لك it's the first time for عمر to play football عادي جدا. طيب انت هنا في الجمله هتعمل ايه؟ نفس اللي عملته فوق يا ريس، this is the first time، this is the first time فاعل، يبقى انت عايز بعدها مضارع تام، يبقى have eaten. طب امال لو قال لك for me كنا هنقول to eat. the student is in their assignments already، already كلمه داله على مضارع التام طبعا، يبقى have handed، يعني الطلاب سلموا الواجب بالفعل. May to Sweden to visit her grandparents and she is coming back next week، يعني هترجع الاسبوع المقبل، يعني ذهبت ولم تعد، يبقى has gone to. ادي معاك to. for centuries لسنوات او لعقود طويله Egyptian monuments not visitors from around the globe، انت عارف ان for since مضارع تام، يبقى have attracted اللي رقم ايه. It is one of the most interesting movies I، ده واحد من اكتر الافلام تشويقا اللي انا رأيتها. شوف انت بتقول رأيتها، فنيفر بره اللعبة، وانت كده هتقول I have وبعدين ever وبعدين seen، يبقى هتختار مين بقى؟ movies I have ever watched، هو جايب watched. ركز بقى في الحتة دي، ركز في دي. انت ممكن تقول this is او it is one of the most، it's one of the most interesting movies لحد movies كده ever watched، بس هتحذف مين كده؟ هتحذف الاي. فانت قدامك احتمال من اتنين، انك تقول it is one of the most interesting movies I have ever watched، او it is one of the most interesting movies ever watched التي شوهرت، ما لكش مين شاهدها. This is the fourth cake you not this morning، بص يا برنس، this is او it is بعدها على الترتيبي، اعرف انك عايز مضارع تام، يبقى have eaten اللي هي رقم دي. اقول لك بار، this is the second time I have come أو I come أو to come. المهم رب لك إن ده رابع كيكة أنت تاكلها النهاردة. طب this plant، النبات ده for medical دي ولا إيه؟ medicinal purposes للأغراض الطبية يعني since antiquity، بقول لك هذا النبات يستخدم، وبص قال لك إيه؟ منذ زمن، منذ زمن طويل، منذ القدم، يبقى أنت عايز مضارع تام، يبقى has been used. قبل ليه مضارع تام مجهول يا عم؟ عشان المعنى بالعربي يستخدم. مو هاب نوت اتست سينس برايمري سكول، والله عندي سينس وبعدها اسم، فحضرتك عايز قبلها مضارع تام. والله wasn't feeling ده ماضي، وعندك doesn't مضارع بسيط، hasn't been feeling ولا hasn't failed، انت بتقول لم يرسب، يرسب معلوم، يبقى have has والباست بارتيسيبل. خد بالك انت هنا في الجمله رقم سي ده حدث لحظي، انا ما ينفعش اقول لك هو كان بيرسب، هو رسب، فده حدث لحظي. Can I speak to Sarah؟ لو سمحت ممكن أكلم سارة؟ She is not here، هي مش موجودة. She not to the post office، بص هي ذهبت للبوست أوفيس ومش موجودة، يبقى لم تعد، يبقى أنا عايز have و has gone، يبقى ناخد has gone. طب مش هينفع had gone؟ لا، ده الراجل بيقول لك can I يعني دلوقتي و isn't يعني مضارع، فالجملة مضارع. Nora has been behaving strangely، البنت بتتصرف بشكل غريب، إيه؟
maybe we should talk to her. ربما المفروض نكلمها. طيب تعال نشوف. late معناها متأخر. for a long time معناها منذ فترة طويلة. since 2 hours بص اسمع دي كده عشان دي مهمة. هو 2 hours يعني ايه؟ يعني ساعتين. أنا الموضوع لما تقول لي 2 لما تقول لي 2 hours كأنك عايز تقول الموضوع استغرق ساعتين وكده الجملة تبقى صح. طب لو أنا قلت لك الموضوع بدأ ساعتين ساعتين ينفع؟ لا الموضوع بدأ منذ الساعة 2 مثلا. فانت هنا بدأ منذ الساعة 2 فنقول سنس. طب الموضوع استغرق، ما دام استغرق حوار استغرق ده عايزه فور. انت بتلف اللفة دي بيا ليه يا عم؟ ما تريحني. انا بلف اللفة دي بحضرتك عشان اقول لك ان هنا المفروض كنا قلنا فور 2 hours لكن سنس 2 o'clock. تمام كده؟ يبقى عايزك تركز معايا واحدة بواحدة كده. طيب باقي معاك فور لونج تايم. بص احنا باقي معانا فور لونج تايم وباقي معايا فور اوايل. الاثنين تحسهم صح بس دي خربوش. ليه خربوشة؟ هقول لك انا يا برنس. لما يكون عندك اي تركيبة في الدنيا فيها صفة زائد اسم فحضرتك بتقول وانت عارف انك بتقول فور لونج وبعدين تايم، فحضرتك ناقص معاك مين؟ الراجل جايب هنا، لا ما جابهاش، يبقى دي باظت يا حاج. الاجابه الصحيحه كده فور اوايل. هاف يو دون ذا كليننج نوت؟ نو اي ويل دو ات تومورو مورنينج. بقول لك ده انا لسه هنضف بكره ان شاء الله. يعني هو انت لسه ما خلصتش خايب على عينك؟ يبقى ناخد يت. امال عارف لو انت خدته اوريدي معناها انك انت معجب باللي هو عمله، يعني كانك بتقول انت لحقت تخلص يخرب بيت شورت. واو. هاف يو فينيشد بينتينج؟ العلامه دي اسمها اكسكلاميشن مارك. هاف يو فينيشد بينتينج ذا روم؟ يعني واو انت فعلا خلصت تنظيف الغرفه يخرب بيت دماغك. يو هاف بين سو كويك؟ ده انت سريع. يبقى الراجل معجب بالاداء، يبقى ناخد اوريدي. بس اوعى تاخد اول ريدي عشان ما تكونش بتعجل. طب رقم 24 he can't او هانا can't go to the party because she not her leg. بقول لك هانا لا تستطيع ان تذهب للحديقه او الحفله لانها كسرت رجلها. بص يا برنس عايزك تيجي معايا كده تاتا تاتا كده عشان افهمك حته. هنجيب لون مستفز زي اللون ده مثلا. بص ركز معايا ونجيب كمان نجيب الوان ثانيه اكتر وليكن ده. بص معايا كده انت هنا في الجمله بتقول لي بروك معناها كسره. حلو. was breaking يعني كان يكسر. لا الكسر الرجل ده حدث لحظي، يعني ما ينفعش اقول لك انا كنت بكسر رجلي، انا كسرت رجلي. has broken يعني كسر وهذا broken يعني كسر. انا همشي معاك بتفكيرك اللي انت بتفكر فيه. طب انت يا مستر هتاخد مين في دول؟ هروح انا اقول لك حاجه واحده بس، هي جمله ماضي ولا مضارع يا حبيبي؟ لا تقول لي مضارع. ما اقول لك كانت اهو، يعني جمله دلوقتي مضارع، حدث في مضارع. ما دام مضارع فحضرتك عايز الناحيه الثانيه برضه مضارع، وبناء على ذلك هتقول لي has broken اللي هي دي. تمام كده؟ يبقى انت اخترت لي مضارع لان الجمله الاولى مضارع. حلو الكلام؟ غير كده انا عايزك تفهم حتة مهمة. لما يكون عندك حدث ونتيجة، لو الحدث مضارع النتيجة مضارع، طب الحدث ماضي النتيجة ماضي. طيب اللي بعد كده 25 the north of England not very cold weather in the past few days. من غير ما تكمل قراءة الراجل قال لك ايه؟ in the past few days. دي كلمة اصلا بتعبر عن مضارع التاني، يبقى has experienced يعني واجهت او لاقت. my car not down 3 times this week. بقول لك 3 مرات الاسبوع ده. اصلا كلمه زيس من الكلمات اللي بتعبر عن المضارع التاني، يبقى هاز بروكن. طب يا مستر ما نقولش هاز بين بروكن؟ لا حضرتك كلمه بريك، ودي حته برضو خربوشه كده عايزك تفهمها. كلمه بريك، بريك يعني يكسر. تمام؟ بريك دي معناها يكسر. لو انت قلت لي اي بروك ماي ارم، يعني ايه؟ انا كسرت ذراعي. ده معناها ان ماي ارم ان ذراعي was broken يعني كسر. ده كده مجهول عادي. طيب لما انت عايز تقول لي my car not down، يا ترى هنا هتقول was broken ولا broke؟ عايزك تركز الملحوظه دي عشانها مهمه. بس انت قلت لي بالعربي ان سيارتي تعطلت، شوف المعنى معلوم ازاي، فتاخد بروك. ما فيش حاجه اسمها was broken down، ما فيش حاجه اسمها تعطلت يعني، فانت اكيد فاهم. طيب انا كده اخدت لك has broken وخلاص الموضوع انتهى. الجمله رقم 27 بيقول لك we all know that dinosaurs have long not disappears. بيقول لك ايه؟ احنا كلنا عارفين ان الديناصورات مر فتره طويله منذ اختفت. منذ اختفت اللي هي since appear. بص since بيجي بعدها اسم، since بيجي بعدها الفعل المضاف له ing، since بيجي بعدها ماضي بسيط. طيب الجمله دي كانت اصلا المفروض كان since it disappeared يعني منذ اختفت. It is an awfully long time. It's an awfully long time. لقد مر وقت طويل جدا منذ we last saw each other. رأينا بعضنا.
طب ما ليه ما نقولش عندما راينا بعضنا؟ ما هقول لك اصل وين دي رابط حضرتك، اللي بعدها ماضي، المفروض اللي قبلها ماضي، هل عامل كده؟ لا، ده هنا جايب مضارع مع ماضي، يبقى وين دي بره اللعبه لانها رابط. اذا الاجابه سينس، وانت عارف اصلا سينس لان اتس والمده الزمنيه سينس ماضي بسيط. they not an arrangement yet، والله yet دي مضارع تام، تيجي في المضارع التام المنفي وفي اخر جمله السؤال وفي نص الجمله بمعنى ولكن، اكيد انت حافظ الكلام ده. يبقى they haven't reached. retiring، استنى كده، retiring الفعل مضاف له ing، حلو. يحيى has published 5 novels، انت عايز تقول منذ تقاعد، مين في دول بيجي معاه اصلا ing؟ لسه كنت بقول لك دلوقتي ان since بيجي بعد ing. 31 I not a lot of trouble with my memory lately. I think I need to see a doctor. بقول لك ايه؟ انا عندي بعض المشاكل مع ذاكرتي lately. I think I need. الجملة كلها مضارع وبعدين عندك lately اصلا وrecently كلمات مضارع تام، يبقى I have had. Mary went to work in London a year ago. Mary راحت تشتغل في لندن بقالها سنة. And we haven't seen her، ولم نراها منذ ذلك الحين. ركز لي كده في الجملة عشان الجملة دي حلوة. انت بتقول لي هي راحت تشتغل في لندن ولم نراها منذ ذلك الحين. تعال نشوف كده، سينس اصلا هي وايفر سينس بيساووا بعض، وسينس ذن معناها منذ ذلك الحين، يبقى انت عندك اور اي اوكي، والجمله دي حلوه ومهمه وما شفتهاش في اي كتاب تاني. طيب يبقى انت عندك كده، عايزك تعرف انك ممكن تجيب اخر الجمله سينس وسينس ذن وايفر سينس عادي، معناهم كلهم ايه؟ معناهم منذ ذلك الحين. طب بعد كده، سينس اي نوت وركينج هير اي هاف بين more experienced at dealing with people. منذ بدأت يعني started اللي هي ده. طب يا مستر ليه ما نقولش have started وخلاص؟ هقول لك لا، بص اللقطه دي عشان عايزك تعرف احنا ليه بنقول ان since يجي قبلها مضارع تام ونجيب بعدها ماضي بسيط، ايه الفكره في كده؟ بس نرجع نعمل فلاش باك كده، احنا متفقين ان ماضي بسيط معناها الحدث ده انتهى، مضارع تام معناها الحدث ده لسه مستمر. بص على الجمله دي، ممكن تقول لي I have lived in شرقية، انا عايش في الشرقيه since I left Cairo، من يوم ما سبت مين؟ القاهره. لو انت ركزت كده هتلاقي have lived يعني حدث ده لسه مستمر، ولفت معناها انك غادرت. انت بتحكي لي القصه دي ليه يا سيدي؟ انا بحكي لك القصه دي عشان اقول لك ان الراجل منذ بدات، فهو بدا والبدايه خلصت اصلا، الكلام ده كان من 60 سنه ولحد النهارده بيواجه I have been more experienced، هو بيزداد خبره، الخبره مستمر. طيب رقم 34 my friend Spanish for 6 years. He is still learning it. بيقول لك ان ابن ان صديقي بيتعلم الاسبانيه بقاله 6 سنين وهو دلوقتي لسه بيتعلم، يبقى has learned. طب يا مستر مش ممكن فور تيجي مع ماضي بسيط؟ اه تيجي، بس لو الحدث انتهى، لو انت خدت learned معناه انه اتعلم وبطل كده شكرا. My friend not Spanish for 6 years. He no longer learns it. يعني لم يعد يتعلمها. هنا بقى افكرك تاني عشان الموضوع جه لوحده. فور دي بتيجي مع زمان 2، ممكن تيجي مع مضارع تام، ممكن تيجي مع ماضي بسيط، وانا لسه حالا كاتب لك مضارع تام يعني حدث مستمر، ماضي بسيط يعني حدث انتهى. حلو، انت بتقول ان هو لم يعد يتعلمها، لم يعد يتعلمها يعني معنى كده ان الراجل توقف، فانت عايز ماضي بسيط، فناخد هنا learn. The number of dogs in our city not dramatically over recent years. Over recent years ده مصطلح كده يعبر لك عن مضارع التام، فناخد has grown او have grown، فالاجابه اصلا عندك has grown. Has grown، has grown، في حاجه خطا في السؤال، جي ار او دبليو ان، جي ار او دبليو ان هاز، يبقى ده خطا مطبعي مش احنا اللي ما عملناه، دي بره اللعب. طيب بالمناسبه عايزك تعرف الفرق بين ذا نمبر اوف و ا نمبر اوف، بص كده احفظها عشانها محتاجه تتحفظ، بس ا نمبر اوف وذا نمبر اوف، ركز كده في الحته اللقطه دي، بعدهم اسم جمع وهنا برضو اسم جمع، ماشي؟ ايه الفرق بقى؟ انا بتقرفني ليه لما هي كده؟ ما حضرتك بعد ا نمبر اوف الفعل يكون جمع، طب بعد ذا نمبر اوف الفعل يكون مفرد، عشان كده اقول لك ايه؟ ذا نمبر اوف بويز هاز انكريزد، انكريزد، خد بالك انت مع ذا جبت لي الاسم جمع اللي هو بويز، وبعدين جبت لي الفعل مفرد اللي هو هاز، او اقول لك ا نمبر اوف ستودنتس ار ليفينج، يعني عدد من الطلاب يغادر، خد بالك مع ا خدنا الفعل جمع، ارجع كده ملهاش علاقه بالسؤال، انا عارف ملهاش علاقه بالسؤال والله فاهم. It not 3 years since، ما دام في it يبقى انت عايز is او has been، حلو؟ ادي has been يا باشا وادي is يا باشا، يبقى اي اند سي ووز غلط. طيب how long not in Aswan since كذا، يبقى انت عايز مضارع تام، يبقى how long have you lived اللي هي دي، how long have you lived، وكان ينفع have you been living. طيب
لا عارف، لو هي هاو لونج اجو كنا خدنا ديد يو ليف، وهو عمل كده اكيد في اللي بعدها هاو لونج اجو ديد يو ليف اللي هي دي. طب ليه مش وير؟ ما هو وير عايز ابعتها اي ان جي لو هي معلوم، باس بارتيسيبل لو مجهول. مستر جمال هاز ليفد ان طنطا فور 32 years. ركز كده معايا، ركز معايا في الحته دي. المستر جمال هاز ليفد يعني عايش في طنطا بقاله 32 سنه. انت فاكر لما قلت لك فور لما اجيب معاها مضارع تام يبقى الحدث مستمر؟ طب تعال نشوف بقى، ده معناها ان هو نو لونجر ليفز زير، لم يعد يعيش هناك؟ لا. ولا ستوبد ليفنج، توقف عن العيش هناك؟ لا برضه. موف تو انذر كانتري، انتقل او لمدينه ثانيه؟ برضه لا. يبقى نون از اوكي. امال ايه اللي اوكي يا حبيبي؟ ان هي ستيل ليفز ذير، ان هو لسه عايش هناك. طيب مستر جمال ليفد ان طنطا فور 20 او 32 years. ركز كده، والله يا مستر فور مع ماضي بسيط يبقى الحدث ده كده انتهى. ده معناها ان هو نو لونجر ليفز ذير، لم يعد يعيش هناك. ايوه ما هو انتهى. طب ستوبد ليفنج، توقف عن العيش؟ ايوه يا عم ما هو انتهى. طب انتقل لمدينه ثانيه؟ ايوه ما هو انتهى من العيشه دي وراح مكان ثاني. يبقى اول ار اوكي. خد بالك دي نون از اوكي ولا واحده صح، لكن دي كلهم صح. The workers haven't been given a pay rise. اسمع، العمال لم يحصلوا على مرتبات زياده. last year، استنى لي كده، انت قلت لي في عندي اثنين last. لو انت قلت لي last زائد ظرف، last زائد ظرف، وممكن تقول لي ذا last وبعدين ظرف. لو احنا خدنا last وظرف يبقى هناخد هنا سنس حضرتك. طب ذا last وظرف يبقى حضرتك عايز فور. انا هنا قدامي مين؟ قال لك last year يعني last وظرف، حضرتك تاخد له سنس. ادي سنس، يبقى 42 قلنا سنس. طيب 43 بقى، the workers haven't been given a pay rise. the last year، في the last وظرف حضرتك عايز 4، يبقى 43 ناخد 4. 44، the workers haven't been given a pay rise not the last meeting. استنى كده، انت قلت لي لما نقول the last وبعدين اسم انا محتاج سنس، يبقى في هنا سنس اهي، اتفضل خدها. 45، workers weren't given pay rise last year. اتك على الصبر كده وانت بتحل. هو هنا في الجمله مديني ايه؟ weren't given، زمانها ايه دي؟ زمانها ماضي بسيط. خلاص يبقى انا ما ينفعش اخد لا سنس ولا فور، بره اللعبه دول. وطبعا انت هتختار له nowhere، يبقى انت كده الجمله اصبحت اللي هم العمال لم يعطوا زياده في المرتب السنه الماضيه، لم يعطوا السنه الماضيه، اللي باقيين اللي فاتوا كانت منذ السنه الماضيه. علاء last watched a movie، علاء اخر مره شاهد فيلم. ده علاء بقى، علاء وعلاء المظلوم في الانجليزي، ما تعرفش هو علاء ولا علاء غير لما تكمل الجمله. She was in the cinema. اسمع بقى مني كده، هو انت بتقول لي last watched ماضي بسيط، she was ماضي بسيط، اعمل ايه هنا بقى دلوقتي؟ لا ما تعملش حاجه، هقول لك انا الفكره فين وهو تعمل حاجه غلط. بص كده معايا، عايزك تركز معايا، انك لما يكون عندك when دي رابط، اللي بعدها ماضي فاللي قبلها ماضي. طب بالنسبه لحاجه سينس ديت بقى، بيجي قبلها مضارع تام وبعدها بيجي ماضي. هو مديني هنا ايه في الجمله؟ ماضي وماضي. خلاص يا باشا تاخد وين، وانت عارف المعنى اصلا، عايز وين برضه، فحضرتك هتاخد له هنا وين. طب يا مستر وانا لو خد سنس المعنى هيبقى صح، لكن القاعده غلط. ترجم كده، اخر مره الاقي شهاده فيلم منذ كانت في السينما. المعنى حلو بس القاعده غلط. I lived I have lived in my village since not. انا عايش في القريه بتاعتي منذ انا ولدت. انا يبقى اي، ولدت يبقى I was born، دي تنفع. او منذ مولدي اللي هو ماي بيرث، والراجل عمل كده. خد بالك اي هاف بورن يعني انا ولدت، دي معناها ولدت انا اللي انجبت يعني. ووز بورن عايز افاعل. داد اي هاف سكسيدد اي نوت 95. الواد بيقول ايه؟ الواد بيقول يا ابي انا نجحت، انا حصلت على 95%. اي جوت يعني انا حصلت على 95% 95%. لاحظ ان الباقيين دول هاد جوت ماضي تام بره، وده ماضي مستمر، وده ماضي مستمر، والدرجه اصلا حاجه حصل النجاح والرسوب حدث مفاجئ. No one ever noticed that I arrived home since they. اسمع بقى، بقول لك ما حدش لاحظ ان انا جيت اصلا، لانهم كانوا يشاهدون مباراه. يبقى وير واتشنج. طب يا مستر انت كده كسرت كلامك، مش سينس المفروض قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط؟ لا حضرتك سينس دي رابط بمعنى لان، فهي رابط لان يبقى القاعده اتكسرت. طب لو معناها منذ يبقى مضارع تام مع ماضي بسيط. I haven't met the doctor not I am still waiting at the reception. اسمع كده بقى، بيقول لك انا لم اقابل الطبيب بعد، لسه ما قابلتش الدكتور، لسه مستني في الريسبشن. يبقى هنا هناخد يت. طب اللي بعدها دي حلوه ومهمه، انا ما قابلتش الدكتور. it is the first time اول مره اشوفه، يعني ما قابلتوش قبل كده. يبقى تاخد بيفور، يبقى بيفور معناها ما حصلش قبل كده، لكن يت معناها لم يحدث النهارده لكنه حصل قبل كده كتير.
خلصنا جزئيه الجرامر، ندخل بعد كده على جزئيه الرايتنج، وبعد الرايتنج التست. ده معانا بس في اخر فيديو، نحل السكيلز ونحل التست، يبقى كده خلصنا اول واحده. وشكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.